بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بزوار متتبعي القناة والمدونة. إذا عدنا لكم اليوم بجهاز كما ترون انفينيكس الهوت 30 اي اكس 669. سوف نقوم بشرح خطوط الداتا وخطوط الشارج بالنسبة لهذا الهاتف. إذا كما ترون هذه هي البوردة السفلية، هنا الكونكتور الخاص بالشحن، كما ترون هنا بالأحمر فهذا هو الخط الخاص بالموجب، أما السالب فيكون دائما في الجنب هنا كما ترون هنا وهنا. إذا الرجل الثالثة والرابعة من الجهتين فهي خاصة بالموجب كما ترون، فهو يمر من هنا ثم يذهب إلى الجهة الخلفية كما ترون هذا المكون، ثم إلى هذه المكثفات، مرورا إلى الكونكتور هذه البوردة السفلية هنا، هذا هو الموجب. ثم خطوط الداتا وهي هنا بالأصفر والأخضر، فهي تمر عبر هاتين المقاومتين ثم تذهب في الاتجاه كما قلنا الأصفر والأخضر، هي تذهب من هنا ثم تذهب إلى كما ترون USB Data Minus ثم USB Data Positive، يعني إلى هذه الرجل كما ترون 1 2 3 4 ثم 5. إذا هادوما هاتين هنا عفوا هنا هذا الخطين أو هاتين الرجلين فهما خاصة بالداتا بوزيتيف والداتا نيجاتيف، ثم هذا بالفيباس. يمكن هنا معرفة خطوط الخاصة بالمايك كما ترون، فهما هنا ثم يمران من هذا المكان ثم يذهبان إلى خلف البوردة مرورا بهذه المكتفات والمقاومات كما ترون، ثم يعودان ليذهبا إلى كما ترون هنا مايك ثم مايك في هاتين الرجلين الموجودتين هنا، هذا بالنسبة للمايك. ثم يمكنكما معرفة خطوط خاصة بالسبيكر، سبيكر بوزيتيف وسبيكر نيجاتيف الأزرق والأصفر كما ترون، فهم يذهبان من هنا ثم يذهبان إلى هاتين إلى هنا كما ترون هذا المكتف سبيكر بوزيتيف وسبيكر نيجاتيف، مرورا عبر هاتين المقاومتين ويذهبان إلى هذا الآي سي الموجود هنا كما ترون، ثم من هذا الآي سي تأتي التغذية عبر هذا الخط في بي اش تغذية هذا الآي سي، وكذلك بالنسبة للمعلومات فهي تأتي عبر هذين الخطين كما ترون بالنسبة من هنا. إذا كما ترون ويذهب إلى هنا. إذا هذا بالنسبة للبوردة السفلية، ثم هناك في الأعلى كما ترون هنا بالنسبة للبوزيتيف فهو يمر عبر هذه الرجل ثم مرورا بهذه النقطة التست ثم يتفرع هنا يذهب إلى هذه المقاومة ثم إلى هذا الآي سي الموجود هنا، ثم في الأسفل فهو يذهب إلى خلف البوردة في باس مرورا بهاتين المكتفين وهذا آي سي الأو في بي كما ترون، ثم يخرج من هذه المقاومة إلى هنا ثم يذهب إلى المكتفات مرورا بالآي سي الشاحن
وبعد اي سي الشان فهنا يتفرع الفيبات، يعطينا الفيبات، الفيبات الذي يمر سواء من هنا عبر هذه المكتفات الموجودة هنا، ثم يذهب إلى البطارية كما ترون. أما بالنسبة لهذا الخط البات أون، هذا البات أون كما ترون الموجود في هذه الرجل، ثم هذا الخط البات أي دي، يعني الاي دي الخاص بالباتري، ثم البات اون. فكما ترون فهما يمران من هاتين المكتفات وهذه المقاومة كما ترون هنا، وهنا النقاط تيست بوينت الخاصة بهما. ثم نذهب الى هنا مرورا بهنا الى هذا الاي سي. اما الاي دي فهو يذهب الى اي سي البروسيسور كما ترون. يبقى لنا خطوط الداتا كما ترونها هي هنا، داتا بوزيتيف اند داتا نيجاتيف، يو اس بي داتا بوزيتيف اند داتا ماينس بوزيتيف. فهي تذهب الى خلف الشاشة من مرورا بهذه المكتفات والمقاومات كما ترون هنا، و ذهبا الى البروسيسور، هذا هو البروسيسور. وكذلك هناك بعض الخطوط الاخرى مثل هذا الخط اليو اس بي تايب سي 22 واليو اس بي تايب سي 2 عفوا. فكما ترون فهم يمران من هذا المكانين ويذهبان الى هذا الاي سي الموجود هنا، وكذلك هذا الاي دي دي اي جي فهو كذلك ياتي من هنا. هذه الخطوط فهي كلها خاصة بالداتا والشارج الشحن. إذن هذا كل شيء بالنسبة لهذا الفيديو، وإلى اللقاء إن شاء الله آخر.